من جانبه أكد وزير الخارجية الكيني ألفريد موتوا اهتمام نيروبي بقضية سد النهضة باعتبار أن نهر النيل يمثل أهمية كبرى لمصر، موضحا أن كينيا تضع هذا الأمر في اعتبارها وتتطلع لاستخدام لغة الحوار. وفي مؤتمر صحفي أكد الوزير موتوا تطلع بلاده لجذب الكثير من المستثمرين المصريين في كينيا. هناك بعض النقاط التي أريد أن أطرحها الآن. أولا فيما يتعلق باستخدام الموارد المائية واستخدام نهر النيل وفيما يتعلق بسد النهضة، كما تعرفون أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الدول الإفريقية، وكما تعرفون أننا نتطلع دوما إلى استخدام أفضل لتلك الموارد المائية من خلال الحوار المشترك. وكما تعرفون أن كل بلد وكل مواطن يدرك جيدا، يعرف جيدا ما هو أهمية هذا الأمر، وكذلك بدون يعرف جيدا أهمية استخدام المياه، ومن ثم فلا بد أن نضع هذا الأمر في اعتبارنا لهذه البلاد. في كينيا على سبيل المثال نرى أن هناك أوجه للتعاون المشترك من أجل أن نؤكد على فكرة الاستخدام الأمثل، ونريد أن نؤكد على دورنا كذلك دور فعال من أجل تسهيل الإجراءات.